8月1号，在加沙地带南部城市汉尤尼斯，不少流离失所者表示，他们一直盼望战争能够早日结束，但哈马斯领导人哈尼亚遇袭身亡，让他们日夜期盼的停火更加遥遥无期。 عشناها مأساة ومعاناة وما مرتش المأساة والمعاناة هذه وما كناش نتوقعها وما كناش نتوقع أنها تطول زي هيك وإن شاء الله بتخلص على قريب لكن الأمور مش مبينة أنها تخلص على قريب لأن الصيد قاعدة بتصاعد بزيادة وبعد اغتيال هنية الأمور حتصعد بزيادة ومش يعني مش حيبين حل الوضع اللي احنا فيه ونتأمل من الله أنه تخلص الأمور هذه في أسرع وقت ممكن. أهل غزة بشكل عام ما ضلش حياة بعد 300 يوم من الحرب فيش نهاية، إحنا شايفينه فيش نهاية للحرب. اللي أقدم علينا نتنياهو باغتيال أبو العابد هنية وفي ظل المفاوضات وإحنا كنا بنستنى أي خبر لإنهاء الحرب، كنا بنستنى قاعدين على الأخبار ساعة بساعة ولحظة بلحظة بنستنى أي خبر لإنهاء نرجع بيوتنا المهدمة. نقعد بكفينا دمار تعبنا شايفين الامور انها بتزيد سوء ولا حدا مندور على حدا وكنا مش بشر اولادنا واخوتنا وكلهم استشهدوا ما خلوش حدا الا حصروه كل البيوت حصروهم حسبي الله ونعم الوكيل البيوت قصفوهم الاطفال دمروهم بحجه ايش انك بتقصف بيوت امنه في الليل وهم نايمين الناس الاطفال ايش ذنبهم انك تشتتهم